بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perkenalkan, nama saya Aswar, perwakilan dari SMA Muhammadin 8 Cerma Gersik. Saya di sini akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 sampai 6 dengan variasi Bayati Hijaz Nahwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.